ريبوز ستيف فيليب يا اخي ستيف كثير نسخان ما عرفتك انجا يا بي من مشيتك حبيبي انت بشتغل كيفك يا بي شو الاخبار حبيبي كيف ايامك طمني كثر خير الله تحرق ارضك شو نسخان هي ماشي حالي بوصل طمني مرتاحه والله شغلوا اكل حبيبي انت وانت كيفك والله مش ماشي الحال هلا رايح اتدين مش ماشي الحال ابدا ما انا في فتره قعدت بالبيت بعد شوية طجت فكرة براسي شو اتدين من البنك افتح محل خضرة بتعرفني بحب الخضرة وكذا اوكي الحركة كتير خفيفة صار لها سنتين ماشي يعني عيب واحد يحكي يعني بدي سكره عم بنكسف ها هو اللي باقيين لي ماشي مش ماشي الشغل يا خي الحركة خفيفة شو بدي اعمل ضبهم اسمع مني اوعى تسكر شي قصتك هيني هيني كتير قصتك لا تسكر ولا تعمل شي هيني شو هيني شو الحل عندك يعني شو مريم كلينك ايه ما عليك الكليب تبعك تحضره؟ اه عليك حاضره الحل مريم كلينك تبعك شو دخلها مريم كلينك يا فيليب ركز خي ستيف ركز جاد هذا اللي عمل معه الكليب ايه له 6-7 سنين ببحش بايديه واجراء ما حدا سامع فيه معلم طلع معه فيديو كليب دقيقة ونص ايه طار لحقه وقفه اذا فيك الله شو بك يا زلمه فكر فيه لحظه شوي انا خضرجي محل خضره شو دخلني شو خص خي واذا خضره جيب مريم كلينك لعندك على المحل ايه عمل لك فيديو كليب انت وياها دقيقه وشوي دحيه جنسيه بدل جول فوت الجول بدل فول فوت الفول جزره فوت الجزره هيك قصص يعني بوسه انت ظبطها يا اخي شليدي ولحق على شغل معلم خلص هيها باي الله معك عجبتك ايه ايه يمكن يمشي شغلك يصير عندك مول كبرت المول كبرت المول